يكون سائل، وسائل بارد معناه ليكيد، احنا نقول باه لان السائل البارد هذاك في مش يمشي باش يمشي لونيتي الدخلانيه اللي هي قاعده تنفخ لنا في الدار محطوطه غادي. دونك لهنا شنو بتصير؟ بتصير تبادل حراري ما بين الهواء نتاع البيت ثمانية وما بين لي فابور سلام راه نتاع وما بين لي فابوراتور. دونك يصير تبادل حراري لهنا. شنو يعمل لهنا؟ هو السائل هذاك باش يتحول الى حاله غازيه دونك السائل هذاك باش يتحول الى حاله غازيه وفي نفس الوقت عطى البروده للريزيدونس ولا البيت ولا للدار. معناها صار خذا منه معناها المروحه خذاتك البروده اللي بردت فيها الجب اللي هي جايه من السائل هذاك، السائل البارد اللي برد هو السائل مش يبرد الغاز، اللي برد هو السائل عطى برد الجعبه برد الكوندويت النحاس اللي داير، وفي نفس الوقت هو تحول من حاله سائله الى حاله غازيه. وياخذ الدار تعاود نفسها يبدا معناها يدخل الموتور يدخل غاز يخرج يدخل غاز بارد يخرج غاز سخون وكل عاده تدخل بعد غاز سخون يخرج سائل سخون يمشي يخرج من سائل سخون يخرج سائل بارد وبعد كل عاده وهذيك الدار تقعد تمشي في نفس الفينومين هذا هو. دونك هذا عمليه الدار. دونك باش نفهم انا البرانسيب لهنا حتى نهار اخر علاش لازم نفهم برانسيب؟ نهار اخر نعرف مع شنو نتعامل وشنو هو اللي في وسطه وشنو هي البلاصه هذيك شنو هي اللي فيها. اذا ما نفهمهاش انا وشنو هي فيها ما نجمش ناري نخدم. لازمك تعرف وقت السائل وقت غاز وكيفاش عمليه السخانه وكيفاش عمليه البروده. فمن هنا جايين للحكايه هذه كل باه. دونك لا اله الا محمد رسول الله. دونك هذه باه دونك هذا اللي كنت نحكي عليه هنا هذا الموتور. دونك الموتور لهنا شنو باش يصير لهنا في باش يدخل لهنا السائل هذا الموتور يدخل سائل ا باز بريسيون من هنا يخرج سائل ا هوت بريسيون يمشي لهذا الكوندنسور. الكوندنسور باش يتحول لليكيد ومن بعد الليكيد لحظه سامحوني هذا الكومبريسور دونك يدخل لهنا